السلام عليكم، حياكم الله من مقطع ثاني. نايف سنس معاكم ورجع لكم، واليوم في فكرة جديدة حبيت بس أسوي ريفيو لوحدة من الألعاب الجميلة اللي لعبناها في الفترة الأخيرة، وهي إيش؟ Lord of the Fallen. Does your blasphemy know no bounds? Now you will not darkness, brother. Are in the presence of a god human, immortal or not. Beg for forgiveness. The gods will feel our blades, and they will bleed. طبعا في ناس كثيرة اوريدي يعني سوت ريفيو، وممكن الريفيو هذا شيء متأخر، لكن بالنسبة لي حبيت ما اسوي الريفيو الا بعد ما اتعمق في اللعبة، العب فيها ساعات كفاية. وزي ما انتم شايفين يعني لعبت ساعات كثيرة جدا وفهمت اللعبة بشكل كبير وخلصت اللعبة الحمد لله يعني. وتقدر تشوف سلسلة التختيم اللي قاعدين نسويها موجودة في القناة، قاعد انزلها حلقة حلقة، فممكن يعني نتأخر الى ما نوصل المرحلة الأخيرة، لكن اهم شيء انه ان شاء الله انكم مستمتعين في السلسلة هذه. طيب نخش لموضوع. انا شخصيا صراحه من محبين العاب السولز، عشان كذا حبيت اني اسوي ريفيو للعبه هذه، وهي لعبه زي ما يقولون ايش، سولز لايك او شبيهه بالسولز. اللي ما يعرف اللعبه، العاب السولز بمختصر هي العاب من استوديو فروم سوفت وير. الاستوديو هذا قدم لنا العاب سلسله دارك سولز الشهيره، إلدن رينج، ديمون سولز، وبلاد بورن. وطبعا في العاب كثيره جات يعني من استوديوهات مختلفه بس على نفس النمط. من اهمها طبعا اللعبه اللي قاعدين نلعبها اللي هي لورد اوف ذا فولن، في ايضا لايز اوف بي، في ريمينانت فروم ذا اشز، في العاب كثيره جدا، كود فين. فياب هذه اكثر الالعاب او الالعاب اللي انا اذكرها، وطبعا فيها العاب جيده العاب سيئه. فاليوم ان شاء الله راح نتكلم عن ايش الايجابيات في لورد اوف ذا فولن يعني كتجربه، وايش هي السلبيات اللي انا شفتها في لورد اوف ذا فولن. اول ميزه راح اذكرها، وانا اشوف ان هي الميزه الاكبر في اللعبه هذه، او خلينا نقول ان هذه هي الفكره اللي ميزت اللعبه هذه عن باقي الالعاب السولز، هي فكره الانتقال من عالم الى اخر. طبعا اللي يعرف لورد اوف ذا فولن في عالمين مختلفه، في العالم اللي انت تلعب فيه العالم الحاضر او ايا كان اسمه، وفي العالم الثاني اللي هو العالم الامبرال او عالم الارواح او حاجه زي كذا. اللي يميز الشيء هذا في اللعبه هذه انك انت تتنقل بين العالم والاخر من غير اي لودينج او من غير انك تروح مكان معين، لا بس ضغطه زر تنقل وتقدر تشوف ايش في العالم حقك وايش في العالم الثاني. صراحه حسيت في البدايه، او ممكن اغلبكم حس انه فكره انه ايلوس انتقل من عالم لعالم خصوصا في البدايه تحس انها شويه معقده، لكن بعد ما تفهم متى تنتقل وليش انتقل وكيف انتقل تحس ان اللعبه جدا ممتعه. حاجه ثانيه انه اول ما تنتقل الى العالم هذا عالم الارواح تحس ان اللعبه تغيرت الى لعبه رعب. فهو الفكره انه مو لعبه رعب، انه فكره انه اللعبه نفسها قاعد تغير الجو حق نمط اللعب. في البدايه تحس انك تلعب مغامره عاديه، فجاه كذا تروح الى عالم جدا جدا مخيف، الاصوات اللي فيه، التركيز، الوحوش اللي مختلفة تاجيك. فالدمج هذا الجميل بين العالمين هذه، انك تنتقل من واحد الى اخر وتكمل المهام وتسوي اللي تسويه في العالمين هذه، جدا جدا يعني اضاف طابع وفكرة مميزة تميزت فيها لورد اوف ذا فولن. الميزة الثانية انا اشوفها في اللعبة هي ميزة او السيتنج الفريد من نوعه في اللعبة هذا. ايش اقصد بالسيتنج بالضبط؟ هو المكان او العالم اللي متمحور فيها القصة هذه. انا شخصيا احب يعني الفارس اللي هو النايت، البلدنز، الكليركس، احب الاشياء هذه. فحلو فكرة انه في راديانت اللي هو السمايت، فيها طبعا الستات العادي اللي معروف سترينث، وهنا ضايفين ايش اللي هو القوة الشريرة هذه اللي هو الويذر او حاجة زي كذا. ففي إليمنت كثيرة، في إليمنت نوعا ما ممكن جديدة للبعض، وانا احسها يعني فريدة من نوعها، مو بس انه متعودين على الإليمنت دائما ايش مثلا نار، ثلج، كهرب، مدري ايش، لا هنا في شوية تغير في وان كان يعني منها مجرد تغير اسماء، لكن تضيف شيء جميل يعني، خصوصا اسلحة الراديانت
قوة الراديانت، السمايت، الويدر، الأسلحة اللي موجودة فيها، فكلها تحس إن إيش أسلوب جميل يعني يشدك. حتى فكرة إنه أنا أسوي شخصية، أسوي بيلد، هذه نفسها تحسب للورد أوف ذا فولن جدا جدا، يعني تستمتع إنه أنت فعلا قاعد تقوي شخصيتك، قاعد تغامر في العالم وقاعد تستمتع في الأمور هذه. ميزة ثانية تتميز فيها Lord of the Fallen هي فكرة أنك تقدر تزرع safe zone أو زي البونفاير اللي احنا عارفينه في Dark Souls. طبعا في بونفايرات ثابتة أو في أماكن rest ثابتة في كل مرحلة، أول ما تشوف التمثال هذا تعرف أنه إيش أنا دخلت منطقة جديدة، لكن في نفس المنطقة في زي التشيك بوينت أنت تقدر تضحي بنفسك في أماكن معينة. طبعا مو هو شرط أنك تحط المنطقة هذه وتحط السيف زون هذه، لكن هم معطنك إيش كخيار، كمساعدة، كإضافة جديدة، وتقدر تتنقل بين البونفيرات الأساسية وإلى المنطقة اللي أنت زارع فيها. فهذه أيضا شيء جميل. والله أنا قاعد أتقدم في المرحلة، ما أبغى أرجع من بداية المرحلة إذا مت، خلاص أنا لقيت سيف زون هنا راح أزرع البذرة هذه علشان إذا مات، علشان إذا شيء أروح أرسب من هنا. ففكرة إنه زي مثلا Dark Souls 1 لما تموت في منطقة ممكن ترجع للمنطقة اللي أنت تبغاها تأخذ منك نص ساعة، فممكن بغيرها نص ساعة، لكن المقصد الكلام إنه إيش ما في من كثرة إنه راح تموت كثير في اللعبة هذه، سواء من الباركور اللي موجود راح نتكلم عنه، من قوة الوحوش وهذه الأشياء. بدل ما تعيد المرحلة من أول جديد، في حاط لك شيك بوينت في كل منطقة تقدر أنت تزرع، تقدر إيش ترجع من عنده. الميزة اللي أنا أشوفها أيضا ممتازة في اللعبة هذه هي كثرة الزعماء اللي هم إيش، في زعماء أساسيين طبعا وفي زعماء جانبيين ويا ما أكثرهم. كثرة الوحوش أيا كانت إيجابية بالنسبة لي، يعني كل ما كثرة الوحوش طبعا أهم حاجة إن الوحوش هذه ما تتكرر. مثلا عندنا في Elden Ring للأمانة يعني في وحوش جانبية أو زعماء جانبيين مكررين، كل ما تخش أغلب الدنجة تحصل نفس الزعيم. لكن مو موضوعنا إنه Elden Ring، موضوعنا الفكرة هنا في Lord of the Fallen إن الزعماء ما هم مكررين. يعني قابلنا زعماء كثيرين جدا، صراحة ما أعرف الرقم بالتحديد بالضبط كم زعيم، لكن أغلبهم جدا جدا تستمتع وأنت تقاتل فيهم. كل واحد له أسلوبه، كل واحد له منطقته، كل واحد له سلاحه، كل واحد له طريقة قتاله، فجدا جدا ممتعة إيش في كثرة الزعماء. طيب الآن نخش على السلبيات، وأهم سلبية وممكن الأكثر عانى منها هي المشاكل التقنية في اللعبة، زي مثلا الجرافيكس من فترة لفترة يخرب، يصير ما أدري كيف صراحة، يعني إيش كانت الإشكالية بالضبط. طبعا مشاكل تقنية ما أعرف إيش أشرحها، زي ما قلنا عندنا جرافيكس وعندنا دروب فريم السيء جدا، الكراش اللي يحصل خصوصا اذا تلعب ملتي بلاير، كل ما تدخل على ملتي بلاير كراش، فوق كذا اذا دخلت ملتي بلاير السيرفرات دائما سيئه جدا وفيها لاج عالي وديلي. طبعا هذه كلها مشاكل تقنيه وفي الغالب تكلموا انهم راح تصلح مع التحديثات، لكن انا كتجربه اوليه عانيت منها كثير. حتى اغلب المقاطع عندي فيها فريمات فيها جوده سيئه، وكانت ايش بسبب اللعبه بشكل رئيسي. فهذا يمكن بالنسبه لي اكبر سلبيه في اللعبه، لكن الحمد لله انها ايش انها مشاكل تقنيه تقدر تصلح مع التحديثات. طيب ما علينا من المشاكل التقنيه، هذا خليها على جنب. واحده من الاشياء اللي انا حسيتها جدا ممله في Lord of the Fallen هي الاسلحه. الأسلحة عبارة عن شكل وأرقام، يعني ما في أي سلاح يتميز عن السلاح الثاني من غير أوكي هذا السلاح فيه هولي دامج، هذا السلاح فيه فاير دامج، هذا السلاح فيه بليدينج. ما في سلاح فيه مثلا سكيل معين، قوة معينة، حتى أشكال الأسلحة مرة عادية، مطرقة، سيف، فاس. السلاح الوحيد اللي كان بالنسبة لي شكله رهيب هو سلاح الزعيم اللي احنا لعبنا فيه، غير كذا جميع الأسلحة تحسها مجرد أداة، ما في سلاح عن سلاح يتميز، ما في. أتمنى صراحة إنه إذا فكروا يسووا جزء جديد يهتموا في الجانب هذا، كل يعني أقل حاجة كل سلاح له سكيل أو خاصية تميزه عن الأسلحة الثانية، زي ألعاب ستولز كلها في هذا الشيء، لكن هم ما أدري نسيوا الفكرة هذه أو ما فكروا فيها أو ما يبغون يحطوها.
لكن صراحة أنا أشوفها كسلبية، خلت الأسلحة نوعا ما مجرد شكل وأرقام. السلبية اللي أيضا شفتها في اللعبة هي أنه ما تقدر تسوي كانسل أنيميشن. إيش الكانسل أنيميشن؟ الكانسل أنيميشن عبارة أنه أنت لما تضرب أو لما تسوي حاجة معينة تبغى تكنسل هذا الشيء. فمثلا في الضربات الثقيلة تأخذ وقت، خصوصا مثلا تحمي بالآرتي أو الآرتو، اللعب حقك ياخذ وقت. انا ابغى كنسل الضربه هذه، ما تقدر. لما تبغى تهيل، تبغى تكنسل في نص الهيل، ما تقدر. تبغى تسوي سبيل معين او سكيل معين، تبغى تكنسل في نص السكيل هذا، ما تقدر. فهذه نسبه او ايش، خلينا نقول الكنسل انيميشن ما هو موجود، عشان كذا ادى الى ايش، ان القتال نفسه خصوصا اغلب اللي قاعدين يلعبون اللعبه هذه سولز فان، متعودين على تحركات دارك سولز 3 مثلا، على إلدن رينج، على ساكيرو، انه اقدر اهرب في اي وقت ابغى، اقدر اسوي الاي فريم، اقدر اسوي الرول. لكن الكانسل انيميشن هنا يحدك تنضرب في اوقات انت كان ممكن تتفاداها لانك انت تعودت انه تتفاداها. فواحده من الاشياء السلبيه اللي اشوفها ايش هي الكومبات، يعني ما كان بهذا المستوى. ما اقول انه سيء تماما، خلينا نقول انه الكومبات عادي جدا. لو كان في كانسل انيميشن احسن بكثير مما هو عليه. طيب هذا باختصار مراجعتي للعبه لورد اوف ذا فولن. اتمنى انكم استفدتوا من المقطع هذا. صراحه اذا انت جديد واول مره او متردد للان ما تشتري لورد اوف ذا فولن، بالنسبه لي انا اشوف انها لعبه تستاهل تلعبها، خصوصا مع بعد اللانش او بعد الاطلاق اللعبه الرسمي، كم جاء ابديت وكم تصليحات وكم، وان شاء الله اللعبه راح تصلح من ناحيه التقنيه اللي تكلمنا عنها. لكن في مشاكل في اللعبه اساسا، زي الكانسل انيميشن، وزي احيانا بطء القتال او اشياء زي كذا، ما اتوقع راح تصلح. اذا تصلح راح تصلح في لعبه جديده. على العموم لا تتردد، خذ اللعبة، جدا جدا ممتعة. أنا استمتعت صراحة وأتمنى أنكم استمتعتوا. كان معكم نايف سينسا، وأشوفكم على خير في المقاطع الجاية. السلام عليكم.